خلال سنوات طويلة لم تنفصل السينما كباقي الفنون، لم تنفصل عن الواقع اللبناني، واقع شهد تحولات ومحطات تاريخية مهمة، وللأسف يا رانيا أزمات وحروب. لبنان الذي عد طويلا أحد أجمل البلاد العربية يعيش الآن وقتا صعبا جدا في ظل الحرب الإسرائيلية المتواصلة. بالفعل رانيا، حرب من المؤكد أنها ستترك وراءها قصصا وحكايات لتروى، ومن المؤكد أيضا مشاهدينا أنها ستشكل موضوعا أساسيا في أعمال سينمائية في السنوات الممتدة القادمة. نعم، اليوم سنتحدث في ضفاف عن سينما الحرب وكيف ترجمت الحرب في لبنان سينمائيا، كما نطرح عدة تساؤلات أبرزها: متى نصنع فيلما سينمائيا عن الحرب، خلال الحرب أم بعدها؟ لكن قبل ذلك دعونا نتابع هذا التقرير الذي يرصد أبرز الأفلام التي وثقت الحرب الإسرائيلية اللبنانية. حروب أهلية واعتداءات إسرائيلية، أزمات ومآسي مرت على لبنان، حاول السينمائيون تفكيكها في أفلامهم فوثقوا للماضي أملا في غد أفضل. السخرية في عز الأزمات حاضرة أيضا عبر المبدع الراحل مارون بغدادي من خلال فيلمه حروب صغيرة الذي دارت أحداثه عام 1982. في فيلم معركة أم القرى عاد بنا المخرج اللبناني رجيع عساف روائيا إلى انتفاضة حدثت بين مدينة النبطية ومدينة صيدا، وانتفاضة أخرى لنساء المعتقلين اللبنانيين المحتجزين في معتقل أنصار الذي استحدثته قوات الاحتلال في مدينة أنصار الجنوبية. تسجيليا وفي زهرة القندول عام 1985 وثق المخرج اللبناني الراحل جان شمعون وزوجته المخرجة مي المصري وثقا القسوة والحقيقة في مشروع قدماه العام 1992. تحت القصف للمخرج فيليب عرقتنجي بدأ تصويره في صيف 2006 خلال الحرب الإسرائيلية على لبنان، وشكلت مشاهد الدمار خلفية واقعية في فيلم درامي ضم أيضا شهادات لبنانيين عاشوا الحرب. عم فتش وين ما كان، ما لقيتهم بعد. هلأ لوين الصادر في 2011 والذي عرض في مهرجان كان السينمائي تدور أحداثه في إحدى القرى اللبنانية، حيث تعيش سيدات البلدة في قلق دائم بسبب الحرب الأهلية في ظل الإكراهات الدينية. ملفات كثيرة تنفض عنها الحرب في لبنان، اشتغالات متعددة ومن زوايا مختلفة، فهل نجحت في التوثيق والسرد والاقتباس؟ ولماذا تستهوي موضوعات الحرب صناع السينما في لبنان؟ تلكم أبرز المحطات وأبرز الأعمال التي سلطت الضوء على الحرب، بالإضافة إلى ما جاء في تقرير مشاهدينا، لم تغب مشاهد وتفاصيل الحروب المتعاقبة، لكن عام 1902 أو 82 يبقى عالقا في ذاكرة جميع اللبنانيين بمختلف أعماره. المخرج اللبناني وليد مونس تناول سينمائيا تأثير القصف الجوي الإسرائيلي على المدنيين اللبنانيين ليكون موضوع فيلمه الروائي الطويل الأول بعنوان 1982. ودون شكر ينتذكر جميعا هذا الفيلم الذي أنتج عام 2019، عرض في مهرجانات كثيرة وكبيرة ونال جوائز عديدة. قام بدور البطولة في الفيلم المخرجة والممثلة اللبنانية نادين لبكي، وهذا طبعا برفقة رودريغ سليمان وعدد كبير من الأطفال. الفيلم مشاهدينا مستوحى من تجربة حقيقية عاشها المخرج خلال عام 1982 عندما عصفت الحرب بلبنان وتحولت أراضي من شمالها إلى جنوبها أهدافا إسرائيلية. ياسمين
ايش قلنا؟ اي وسام هذه مقاطع من العمل. أما صاحب العمل المخرج والمؤلف اللبناني وليد مونس ينضم إلينا من كاليفورنيا. مرحبا بك وليد في ضفاف. من خلال فيلمك 1982، ورغم أن القصة تدور زمنيا خلال الاجتياح الإسرائيلي، إلا أنك ركزت على الجانب الاجتماعي والإنساني فقط. لماذا؟ لأنه كثير مهم، هذا كان قرار كثير مهم إنه بالنسبة لي. بدي أقول هالقصة من منطلق كثير إنساني، لأنه هو منطلق نحن عشناه الشعب اللبناني، وفي كثير مناطق عاشته هذا الحرب ونعاش بطريقة كثير غير من منطقة لمنطقة لمنطقة. وبدي أقول شيء كثير مهم، إنه مجرد تكون في بلد معرض لعدوان، إن كنت تحت القصف أو ما كنت تحت القصف، عم تتأثر مش بس نفسياً، عم تتأثر نفسياً، عم تتأثر معنوياً، عم تتأثر بلدك، عم بتشوف حالة هلع. بالنسبة لي الحرب هي موجودة بحالة الهلع اللي بيعيشها شعب وقت بكون عم يتعرض لعدوان. وبنفس الوقت كتير مهم بالحروب وبهيك حالة إنه واحد ما يفوت الأمل، وبتضل الحياة مكملة. والفيلم يعني بالرغم من كل شيء الحياة بتضل مكملة ونحن أقوى من الحروب كلها. هيدا الشيء اللي كنت بدي أقوله. وكنت بدي وقت واحد بدي أختبر قصة سينمائية، بالنسبة لي كتير مهم إنه يكون قصة أنا عايشها، وأنا بالنسبة لي كتير واضحة. يعني ما كنت تحت القصف حتى أقول قصة عن شخص تحت القصف، لأنه بحس إنه ما بقدر أكون صريح فيه. يعني كما قلت الآن، هو مقتبس من ذكرياتك الشخصية. صح. عن الاجتياح الإسرائيلي، وخصوصا وأنت في عمر 10 سنوات. طيب، يعني لماذا شعرت بالحاجة إلى أن ترى لمحات من حياتك على الشاشة؟ ولماذا أيضا أردتنا أن نرى الحرب في عيون الأطفال؟ لو تشرح لنا بشيء من التفصيل يعني هنا. ليش؟ لأنه هيدي الذاكرة ما تركتني، وبحس أنه هيدي الذاكرة، مع أنه ذاكرة نهار أو جمعتين أو 3 جماع، ضلت معي وما قدرت تنسيتها. وحسيت أنه قصة كتير تتعبر، وكان عندي داخلياً خوف من أنه تنعاد. وتمنعنا نحن أفلام كسينمائيين عم تحكي عن حروب، عم تحكي عن إشياء مرينا فيها، مثل ما بقولوا تنذكر وما تنعاد، ولازم نتعلم من تاريخنا ونعملهم هيدول. وشي كتير مهم انه كنت بدي وصل الاحساس اللي هو كتير احساس مزعج بالفيلم، مع انه هي قصة اولاد، بس الاحساس اللي كان عنا اياه وقتها واللي عنا اياه لهلا واللي كان بذاكرتي، هيدا كنت بدي اعبره، لانه هو احساس ابدا مش مريح، هو احساس كتير بشع، هو احساس كتير كان مهم انه عبروا هيدا الشيء لحتى ما ننساه. وبالنسبه لقصه اولاد، بكل صراحه ما كان قرار انه بدي اياها تكون قصه اولاد او بدي اياها تكون قصه كبار، بس وقت بلشت اكتب توضح كتير لإلي انه من ضمن، من خلال المدرسه اللي هي اللحظه اللي انا عشتها، بتعبر مش بس عن الحرب، بتعبر عن الحياة، بتعبر عن نحن كشعب شو لبنان، بتعبر عن حب للحياة. وبنفس الوقت إذا بدنا نقول عندك مثل ما بقوله، ما أعرف العرب يعني، Paradise وParadise Lost، إنه هي الجنة والجنة وقت الجنة والضياع، لأنه نص الفيلم هو الحياة الطبيعية اللي هو شيء كتير حلو، وعم بعيش عم نعيش الحياة اللبنانية والحياة اللي أنا عشتها، وبنفس الوقت بظرف لحظة بتروح كليتها سوا. وهو هيدا الفيلم بالنسبة لي كان كتير مهم عبره بهالطريقة. وليد مونس، والشيء المؤسف انه عم بعيد حاله هلا. نعم. وليد مونس، في حديثك تستحضر اللحظة، وهذا يقودنا للحديث عن الذاكرة. يعني مثل ما قلنا، ذاكرة حاضرة في فيلمك، لكنها ليست نوستالجيا بتأكيد، يعني ليست حنينا إلى الماضي. نتساءل هنا أو نسأل سؤال مباشر، لماذا العودة إلى الماضي والتركيز على الذاكرة؟
برجع لنقطة إنه التاريخ بعيد نفسه، وهذا الشيء تعلمناه وتعلمناه من بلبنان. مثل ما عم نشوف هلأ التاريخ عم بعيد نفسه للأسف. منا أبدا نوستالجيا بالنسبة لإلي، القصة موجودة تاريخيا، القصة ما بت... القصة بتعيش، مجرد ما تنحط القصة على الفيلم بالسينما القصة بدها تعيش، ولحظة من التاريخ بدها تنعاد. وبالنسبة لإلي كثير مهم أنقل هذه اللحظة للجمهور. أكثر من هيك هو نتذكر الإحساس، وحتى واحد يعني لا تنذكر ولا تنعاد بالنسبة لإلي، مش أكثر ولا أقل. نعم so, yeah. واضح. يعني طيب، لماذا برأيك الحرب تشكل مصدر إلهام أساسية للكثير من صناع الأفلام اللبنانيين، حتى يعني أولئك الذين لم يعيشوها؟ مع شو؟ لكن لأنه في شيء بالذاكرة، بذاكرة كل بلد، اللي هو شيء كثير، شيء بكوننا. ما فينا نشيل الذاكرة، هي جزء منا، عشناها ولا ما عشناها. بعدين الذاكرة بتجي بعدة طرقات، بتجي بالحديث، بتجي بالحديث مع الأهل. بس الشيء المؤسف هو إنه إذا بدنا نحكي عن الأجيال، وقتها بتصير حرب، كل حرب بتجي بتصدم جيل، بتصدم جيل جديد، وهيدي الصدمة كتير صعب واحد يظهر منها. والأهل عليهم يخبروا أولادهم شو صار، القصص تنذكر وما تنعاد. سو بالنسبة لإلي كتير مهم نوثق الذاكرة. وبعدين كيف بدي أقول، الذاكرة موجودة، ذاكرة مخولتنا نحن بلبنان، ما نسيناها. وللأسف يعني أنا ما عشت، ما كنت تحت القصف، بس هيدا الشيء بنفس الوقت أثر فيي وبقي معي وخوفني. صحيح. وكتير مهم إنه ما فينا نشيل الذاكرة من نحن، تكوينتنا الشخصية وتكوينتنا كبلد يعني ومع مؤثر جدا التاريخ. استحضار العديد من اللحظات، خصوصا إذا كانت لمواقف فارقة في حياة الشعوب والأمم. أسألك وليد مونس، هل تأثرت بأي من السينمائيين اللبنانيين؟ يعني الأسماء كثيرة، أولئك الذين صنعوا يعني في السبعينيات والثمانينيات أفلام عن الحرب، هل تأثرت بواحد منهم؟ ايه بالضبط. بكل صراحة في فيلم لمارون بغدادي اسمه أفلام مارون بغدادي، عندك Out of Life اللي هو أولادي، وعندك حروب صغيرة. بالنسبة لي كتير كتير بقيوا معي هدول الأفلام، لأنه أفلام بنفس الوقت بيحكوا عن الحياة، بس بنفس الوقت بيشوفوا الحرب، بيحكوا عن الحرب، بيعيشوا بالحرب، بيعيشوك الحرب، بفهموك الحرب. والشيء اللي كتير مهم، وهذا الشيء كتير أساسي اشتغلت عليه ب 1982، هو الحروب الداخلية جواتنا. لأنه نحن ما في إنسان بيخلق بلد في حرب، أو ما في إنسان بيخلق بلد ما عنده كل مفهوم كتير، كيف بدي أقول، كتير أساسي لكل الديتيلز، لكل وجهات النظر، حتى أكون صريح، وجهات النظر اللي موجوده بالبلد. ب 1983 جربت اجيب كل هالوجهات النظر احطهم بنفس المطرح اللي هن تيمثلوا بلد، تيمثلوا شعب. وبحس انه وقت واحد، مجرد ما يكون واحد من بيئه، هيدي البيئه ككاتب او كروائي او كسينمائي، ما فيك تشيلي البيئه من الشغل، ما فيك تشيلي الاحساس تبع البيئه، الاحساس تبع المجتمع، بحسناته بسيئاته. وهذا شيء كثير اساسي لإلي، وهذا كمان بعبر عن ليش بتصير حرب. وب 1982 اشتغلت بميكرو كوزم اللي هو بمدرسه، بس بهيدي المدرسه في عندي كثير تعدديه، في كثير اختلاط، في اختلاط اديان، في اختلاط مبادئ، في اختلاط نعم. كمان سياسي، وجهات نظر. وبالنسبة لي هذا شيء كثير أساسي، وهذا وعندك هو كل التنوع اللبناني يعني سيد وليد. يعني في الأخير يبقى الأمل رغم الألم. المخرج والمؤلف 100%. اللبناني وليد مونس، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. Thank شكرا you.